في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما القضايا المتعلقة بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات والأقراص المهلوسة، والتي يتم فيها استغلال العنصر النسوي في تمرير هذه الممنوعات، وبناء على معلومات واردة إلى أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي، مفادها نقل كمية من الأقراص المهلوسة عبر حافلة لنقل العموم المسافرين تعمل باتجاه إحدى الولايات الشمالية للوطن. بعد تفعيل عنصري الرصد والاستعلام، تم توقيف الحافلة وتفتيش ركابها خاصة المشتبه فيهم، أين تم ضبط امرأتين في العقد الخامس من العمر على متن الحافلة بحوزتهما كمية من الأقراص المهلوسة مقدرة ب 6085 كبسولة نوع بريغابالين 300 ميليغرام، ليتم تسليم المشتبه فيهما مع الكمية المحجوزة من الممنوعات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحسي خليفة، والتي فتحت تحقيقا في القضية من أجل تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال التحقيق.